فاش نظن فريق النادي القنيطرة اليوم يستحق عن جدارة واستحقاق الفوز. كان الفريق صراحة كان لابد من تغيير المدرب صراحة، لأن الفريق وصل لواحد الوقت بأنه خصو التغيير. فاش نظن لا سي رشيد رقادي ولا صابر بالخوجة فقاموا بعمل طيلة الأسبوع، بالرغم من كان هناك عدة غيابات اللي صراحة غيابات مهمة. صراحة مبروك النادي القنيطري الفوز، وأهم حاجة حقق هو 3 نقاط اللي غتعطيه واحد الدافع قوي في باقي المقابلات. شكرا.